ماذا يحصل في الكويت اليوم؟ سؤال يطرحه عدد كبير من الكتاب والكاتبات والمثقفين والمثقفات الكويتيين استنكاراً منهم للتضييق المتزايد والخطير على حرية التعبير في البلاد. تضييق ورقابة ووصاية فكرية بغيضة ومهينة لم ينجو منها روائيون كبار من طينة غسان كنفاني ورضوى عاشور وجابرييل غارسيا ماركيز ودوستويفسكي، ناهيك بأعمال الكتاب الكويتيين أنفسهم، حتى بات معرض الكتاب السنوي مهرجاناً لمنع كتبهم بدل عرضها وتسويقها. أحد هؤلاء ضيفنا اليوم، فمن هو؟ أنا سعود السنعوسي، كاتب وروائي كويتي. كنت سجين المرايا عام 2010، لكني اخترقتها وكسرتها بقلمي لكي يختفي الانعكاس ويبقى الأصل. أنا سعود السنعوسي، في الأدب وجدت صوتي، وفي الأدب أوجدتني لغتي، فكرستهما لأوصل صرخة المظلومين على هذه الأرض. عام 2012 ولدت ساق البامبو لتفضح العنصرية والغبن، لتقول وجع العاملات الأجنبيات في الخليج. غمست إصبعي بالحبر ووضعته على جرح الطغيان، فربحت الجائزة العالمية للرواية العربية سنة 2013. ثم ظهرت فئران أمي حصة سنة 2015 لتكشف كواليس الطائفية في الكويت، فمنعت الرقابة في بلد الرواية بحجة أنها تحرض على الكره، لكني لم أسكت ولن. أنا سعود السنعوسي أقول إنه لا توجد حقيقة، إن الغياب شكل من أشكال الحضور، وإني حائر بين اثنين: مؤمن بفكرتي وأرفضها، كافر بحدسي وأرغبه، ولن أكف عن التأرجح بينهما ولا عن الكتابة عنهما حتى يتلاشى الرقيب وتنتصر الحرية. هو من الكتاب النادرين الذين حققوا شهرة وانتشارا مستحقين، وصدرت من أعمالهم عشرات الطبعات، ونالوا الجوائز والتكريمات وهم بعد في سن الشباب، في عالم عربي اعتدنا منه ألا يقدر أدباءه وألا يهتم بمفكريه إلا متى أصبحوا على شفير الموت. سعود السنوسي، أهلا بك. أهلا. وسلمت كلمتك حرة. الله يحفظك، ألف شكر جماعة سعيد. شكرا على المقدمة. سعود، ماذا يحصل في الكويت اليوم؟ يعني 4000 كتاب منعت حتى اليوم، ماذا يحدث؟ هذا السؤال طرحته في مقدمتي، ولكن أريد أن أسمع منك جوابا. والله نحن أيضا نتساءل، يعني ما الذي يحدث؟ هذا أمر جديد على 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 الكويت هذه المرة، يعني في الفترة مؤخرا، يعني الأمر تجاوز الوسط الثقافي. عادة الاستنكار يكون من الوسط الثقافي، اليوم وصل إلى إلى الحراك إلى الشارع، يعني أن هناك رفض لتدخل الرقيب والوصاية واختيار ما الذي يقرأه العامة. يعني ولكن ما هو السبب؟ السبب يعني متى بدأت هذه النزعة، وإلى ما تعزو السبب في رأيك أنت؟ مؤخرا طبعا بدأت في السنوات الأخيرة. المشكلة طبعا في قانون المطبوعات 2006 عندنا في الكويت منذ 2006، لكن المشكلة برزت مؤخرا. إذن المشكلة الحقيقية ليست في القانون، قانون منذ 12 سنة. يعني نعم، مسألة المنع مسألة سياسية محضة. يعني اليوم لدينا برلمان يحاسب وزير الإعلام على الكتب الصادرة، لماذا تسمح بهذه الكتب؟ فالرقيب اليوم بوجهة نظري، وهو ما أرى، بأنه يقوم بحماية وزير الإعلام بالضبط، ووزير الإعلام خوفا من المحاسبة يتشدد في طبعاً. طبعا في حادثة شهيرة جدا في الكويت في 98، أحد التيارات الإسلامية السياسية يعني استجوبت وزير الإعلام الراحل سعود الناصر آنذاك في 98 على دخول 4 كتب إلى معرض الكتاب في الكويت، لنصر حامد بوزيد رحمة الله عليه، ولنوال سعداوي، ولكتابين أيضا
آخرين. كتب دسمة يعني؟ طبعا كتب فكرية غالبا. أدى الأمر طبعا بعد الاستجواب إلى استقالة وزير الإعلام وإقالة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ثم استقالت الحكومة. نحن نتحدث عن 4 كتب وهذا في 96، لأنه قلت لي أنه 98. قلت لي أنه هذه النزعة تتزايد في السنوات طبعًا الأخيرة طبعًا. ولكن عندما نقرأ تقارير الصادرة عن، أولا من هو هذا الرقيب؟ من هو الذي يقرأ الكتب؟ لأني يعني خرجت بانطباع وأنا أقرأ التقارير أنه شخص يعني يأخذ كلمات بشكل حرفي خارج الإطار العام الذي هي ترد فيه ويخاف منها. نخاف من كلمة نهد، نخاف من كلمة النبي، نخاف من كلمة يعني على هذا الأساس نقدم التقارير. من هو هذا الرقيب؟ هل هو شخص مثقف؟ طبعا غالبا هو شخص عادي، لا توجد اشتراطات معينة لعمل الرقيب. هو شخص يبحث عن مجموعة من الكلمات، ينتزعها من سياقها، يفرقها في صفحة بيضاء تقرير ويرفعها إلى لجنة الرقابة، التي أيضا مع الأسف لا تقرأ، إنما تكتفي بقراءة العبارات منزوعة من السياق ويترتب عادة المنع. يعني هناك أيضا لجنة أخرى، لجنة التظلم، حينما يمنع كتاب سين من الناس يلجأ لها. هذه اللجنة أيضا مع الأسف تقرأ التقرير العناوين فقط ولا تقرأ الكتاب. نعم. الكويت بين الأمس واليوم، تراجع لا إرادي أم رقد مقصود إلى الوراء؟ يعني للأسف وضع الكتابة والكتاب في الكويت من سيء إلى أسوأ، أقولها بحزن. أنا كان من نصيبي المنع، روايتي منعت في الكويت، فعنا قضية على وزارة الإعلام لأنه روايتي ما فيها شيء للمنع، وربحنا درجة أولى وربحنا الاستئناف، ومن مدة كم شهر فزنا بالقضية وفسح الكتاب في الكويت. كتاب سعود السنعوسي اللي هو يحكي عن الطائفية ويحذر منها ويحاول أن ينور القارئ بالنسبة لها المواضيع، منع في الكويت بحجة أنه يثير النعرات. هو لا يثير النعرات، مشكلتنا مع الرقابة أن الرقيب لا يفقه، لا يعي، ما يقرأ، هو يجد كلمة لا تعجبه فيمنع الكتاب. هي رقابة جبانة تخاف، فهي تقول بدل ما تورط ويصير عندنا مشاكل واستجوابات وما ادري شو، خلينا نمنعهم من الاساس. هناك تراجع واضح في مسألة الحريات في الكويت سعود، هل هو يا ترى التشدد الديني؟ يعني هل تعزو السبب؟ يعني تحدثنا عن موضوع وزير الإعلام، ولكن هذا هو رد فعل بناء على فعل يقام ضده. هل تعزو هذا الفعل إلى تحديدا التشدد الإسلامي؟ هي طبعا لا دور أكيد التشدد، بس المسألة هي سياسية محضة. يعني البرلمان ضغوطات من هذه التيارات لتمرير صفقات بينها وبين الحكومة، يعني ينعكس الأمر على الشارع. يعني الكتاب يدفع الثمن، الكتاب يدفع ثمن الصفقات التي الكويت تدفع الثمن مع الأسف، القارئ الإنسان. نعم. الكويت بشكل عام، يعني أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن الكويت، ولكن الكويت يعني كانت مساهمة بالحراك الثقافي العربي، وكانت يعني كانت واجهة ثقافية، وكان هناك صحفيون يذهبون إليها للاحتماء من طغيان بلدانهم. بالضبط، من يضيق عليه في بلدانه في تلك الفترة، يعني في الثمانينات والسبعينات كان يلجأ إلى الكويت، وكان هامش الحرية كبير جدا. ونحن جيل، دائما أقول إن نحن آخر الأجيال المحظوظة الذين يعني فتحنا عيوننا على الصحف وعلى البرلمان وعلى الحرية. لذلك نحن نشعر فيها اليوم أكثر هذه الردة الثقافية والردة في الحرية. يعني نلاحظ أن هناك انقسام في بين في المثقفين، بين من يستنكر ما يحدث وبين من يدافع عنه. كيف يدافع من يدافع على الرقابة والمنع؟ طيب، هذا سؤال مهم جدا، وأنا سعيد أنك طرحتيه جمانة.
لأنه أنا لا أشك أبداً بأنه غالبية إن لم يكن كل الوسط الثقافي والمعني الوسط الثقافي يستنكر فعل الرقيب. هذا أنا أتحمل مسؤولية كلامي، ربما أكون مخطئ، لكن ما يحدث اليوم أن هناك من أصبح يميل إلى كفة الرقابة وضد المطالبات التي نطالب بها نحن وأيضاً القراء والشارع لسبب معين. أنا اليوم في الوسط الثقافي أنا لا أحب جمانة حداد، نوع من الانتقام الشخصي مع أنها عن بهذه الطريقة. جمانة تتصدر اليوم الدفاع عن الحريات، إذن أنا ضد الحريات من دون أن أختار المعركة بناء على هذا الأساس، على الشخص وليس على الفكرة. نعم. أنا مؤمن تماما بأنه مطالبنا مشروعة جدا، وهذه مشكلة كبيرة. يعني أنا لا يعنيني من الذي يطرح الفكرة، المهم القضية الفكرة أنا مؤمن فيها، سأبذل كل ما في وسعي لأدعمها. نعم، ولكن كيف وجدت تفاعل، يعني تحدث أيضا عن على أن الشعب نفسه بات يستنكر هذا الموضوع ويشارك، ما كانت نتيجة التظاهرة السلمية التي قمتم بها والهاشتاج الذي انتشر؟ هل وجدتم أن الدولة أو السلطات تفاعلت؟ هل هناك أي رد فعل؟ طبعاً أكيد في ردود، يعني بالصحافة اليوم وكيل وزارة يرد. ماذا يقولون؟ بأنه نطبق القانون، وأن المسألة يعني المشرع البرلمان هو وضع هذا القانون. نحن نعرف إنه في مشكلة في القانون، لكن المشكلة الأكبر كما قلت في آلية تطبيق القانون. يعني في جهود لتغيير القانون بتواصل مع الأعضاء في البرلمان في مجلس الأمة لتعديل قانون 2006. طبعا الأمر أتصور أنه يحتاج فترة. اليوم كثير من الناس يعتقدون أن هذا الحراك جديد، هذا قديم جدا. يعني احنا في 98 مثلا قبل السوشيال ميديا يعني الناس لم تسمع به خارج الكويت، كانت تحصل هكذا طبعا تزامن عادة مع معرض الكتاب. يعني أساتذتنا وزملائنا أستاذ ليلى عثمان الراحل رحمة الله عليه، دكتور أحمد البغدادي، ميس العثماني، يوسف خليفة، كانوا يتصدرون، الشاعر عبد الله الفلاح، تزامنا مع المعرض ورفضا للرقابة. اليوم الأمر أصبح أكثر وضوحا بسبب الهاشتاج والسوشيال ميديا. نعم. ذكرت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان تقول أعطني الحرية في أن أعرف وأن أقول وأن أناقش كما يملي علي ضميري قبل أن تعطيني أي حرية أخرى. أترككم مع هذه الفكرة وأعود إليكم بعد فاصل قصير. سعود، عم نشوف هلأ على السكرين مقتطف من فئران أم حصة. ماذا حصل يعني معك في تجربة هذه الرواية التي منعت من بين الكتب التي منعت في معرض الكتاب، ولماذا؟ لأنك تتناول، يعني وهذا ما أعجبني فيها كلبنانية، أنك تتناول موضوع الطائفية وهو ما زال مرضا عنا في لبنان، وتفاجأت أنه مرض مشترك. فحدثنا قليلا عن فئران أم حصة. طبعا فئران محصة رواية يعني تحكي عن مرض الطائفية وفتنة الطائفية اللي تصاعدت وتيرتها أكثر طبعا في السنوات الأخيرة. تحكي زمن يعني في الكويت، تأثير الحروب المنطقة والأمور السياسية على الشارع نفسها. يعني نحكي من 79 الثورة الخمينية مرورا بالحرب العراقية الإيرانية إلى غزو الكويت، كيف هذه الحروب الخارجية كنا احنا كشارع بغض النظر عن موقف القيادة السياسية، كشارع البيت السني والجار الشيعي، تتكلم عن الشعب يعني عن العائلات بالضبط. كيف يتعاطى مع هذه الأمور؟ كيف يصبح جاري الشيعي عدوي لأني أناصر أنا في الحرب الخارجية أحد للأسف الطرفين. نحن دائما في العالم العربي يعني لدينا ولاءات للخارج طبعاً بحسب طبعاً الطوائف وبحسب الزعامات. صحيح صحيح. نعم. فالرواية يعني تنطلق من هذه الفكرة، يعني كيف تسممت حياة الثلاث أطفال في الشارع، أصدقاء ينتمون إلى أطياف مختلفة. يعني لا أتصور بأن الرواية كانت بهذه الجرأة الناس تتحدث عنها بأنها. ما هو البعبع في هذا الكتاب؟ لا يوجد بعبع، وهذا الغريب. وأنا أخجل اليوم من القارئ الذي يعني يسمع الأخبار أن هذه الرواية ممنوعة، فبالتالي لابد أن تكون رواية عظيمة أو رواية ذات قيمة. ليس بالضرورة، ربما تكون رواية بسيطة جدا، ممكن أن تكون مخيبة للقارئ بأنه كان يتصير يعني يرفع سقف التوقعات بأنه طالما أنها ممنوعة
سعودي. فلأشتريها لأقرأها. هي عادة المنع، يعني أنا دائما أستغرب وزارات الإعلام وأحيانا حتى الثقافة، المنع الذي يأتي من جهة رسمية يشجع القراء على اقتناء الرواية يعني. فطبعا الرقابة أخذت فترة طويلة، يعني أكثر من 5 شهور، لجنة ورقيب أول ثم لجنة ثم لجنة التظلم يعني. ولكن المحكمة ألغت قرار المنع. هذه مسألة مهمة. الحكم يعني حكم القاضي دكتور نواف شريعان كان تاريخي بأمانة، أن يتحدث عن شخوص الرواية. وأنا أقرأ الحكم كنت أشوف أمي حصة وكتكوت وفوزية ووراء القضبان ينصتون إلى 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 إليه، إلى القاضي بالضبط. إنه كيف يكون الوعي بهذه الطريقة في القضاء والرقيب يمنع والقضاء يجيز؟ طبعا القضاء يجيز وفقا للدستور الكويتي، يعني حولوا الدواء الى الداء بالضبط. يعني ما ينبغي له ان يكون جرس انذار للحقول دون المشكله بات بالنسبه اليهم هو المشكله، يثير الطائفيه. فالامر غريب يعني. فالقضاء انتصر للروايه وفقا للدستور. الدستور الكويتي ينص على ان الحريه، حرية التعبير مكفولة، وأن الدولة ترعى العلوم والفنون والآداب. وقرأ الرواية بوفق السياق، نعم، بدون الاجتزاء. هنا أنا أسأل الرقيب مرة أخرى، أنت وفق أي قانون ووفق أي فهم منعت الرواية؟ نعم. إذا القضاء الكويتي اليوم وهي السلطة الأعلى يعني أجازت الرواية. الآن نتابع مقتطف ثان من فئران أمي حصة، يعني مؤثر جدا. هل تتخيل سعود نفسك تعيش خارج الكويت؟ وهل يخطر في بالك هذا الموضوع على غرار عدد كبير للأسف من المثقفين والكتاب الذين يلجؤون إلى الخارج طلبا للحرية؟ يعني لا أنكر أن الأمر يأتي في بالي كثيرا، لكن لا أتصور أني راح أرتاح في أي مكان. على مدار 3 سنوات وأنا أكتب الرواية كنت أنسف وطني، كنت أحرق وطني. ما هذا ما شعرت به، شعرت بالألم بالوجع وأنت تكتب يعني. بالضبط يعني. لا الكويت ورطتيني بالسؤال، لو أريد أن أتكلم في الكويت راح يأخذ منحا عاطفيا، وأنا ضعيف جدا 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 أمام الكويت، وأغير عليها، أغير عليها جدا. لذلك اليوم أنا كثير أشعر بالسخط تجاه من يعبثون بوجه الكويت الثقافي ومن ينادون بتراجع الحريات. وأنت تكتب سعود، هل تمارس يعني بسبب ما يحدث، هل تمارس بشكل لا واعي أحيانا، لست أقول أنك تتقصد، هل تمارس أي رقابة ذاتية؟ لا بالعكس. هذا سؤال جميل أيضا جمالة. مع تجربتي في الرقابة صار عندك في الوعي واللاوعي بأنه وأنا أكتب هناك رقيب ضمني، رقيب وزارة الإعلام وليس رقيبي أنا، إنه موجود. وأثناء الكتابة يقول لي عملك ممنوع لو ماذا تفعل. فأنا أكتب وفق هذه القناعة، العمل ممنوع ممنوع، فإلامة ولماذا؟ هيك بده ينمنع مثل ما منقول بلبنان، لماذا ألوي عنق الفكرة وأحتاج يعني أن أواري وكل ما شئت عملك ممنوع. ولكن أنت يعني لا تعتبره يعني يستحق المنع؟ لا أبداً. لا تعتبر انك تخطيت فيه اي خط احمر؟ احنا في الكويت يعني انا ازعم انه هامش الديمقراطيه كبير جدا، في رده في الامور هذه ممكن احنا نتناقش فيها. هذه الرد المشكله. اي هذه مشكله، لكن كل ما يطرق هنا يطرق في البرلمان، في صحفنا اليوميه نتحدث عن هذه الامور. لكن المشكله انه هذه الافكار تاتي في كتاب، الصحف اليوميه تمضي يعني ليس بالضرورة أن تعلق، ولكن الكتاب يبقى يؤرخ. لحسن الحظ صحيح. الكتاب يبقى صحيح. ما هو مستقبل الحريات في العالم العربي؟ كيف تتخيل منح الأمور من الآن لنقل إلى 30 عاما؟ هل نستطيع أن نتحمل طرف التفاؤل؟ لا يوجد خيار آخر يعني، لا يعني إما أن تتفائل أو تيأس، وسأتوقف عن ممارسة التفاؤل معناته أني لن أكتب. حبيت ممارسة التفاؤل كأنه عمل. أنا أتصور مما أرى بأنه نحن نتجه إلى مكان أسوأ، أتمنى أن يفضي إلى مكان أفضل. نعم، عندما نصل إلى القعر the only way is up مثل ما يقال يعني ما لا يعود أمامنا إلا الصعود. ولكن مشكلتنا يبدو أن القعر تحت قعر كمان يعني نصل، ونعتقد أننا وصلنا إلى خلاص آخر شيء
يتضح أنه لا كمان في ما هو أسوأ. أتمنى أن يتمخض الأمر عن مستقبل يليق فينا يعني وبأعمالنا. ولكن يعني يعني أعود إلى ما ذكرناه للتو، هذا سيكون يعني نقاشي الأخير معك سعود، وهو موضوع الدين. هذه هي العقدة الأساسية أو البعبع الأساسي اليوم. يعني لماذا هذا يعني الارتباك أو هذه اللامصالحة مع الذات في موضوع الدين وهذا الخوف من التطرق إلى الموضوع؟ والله أنا لا أملك إجابة. أنا أتمنى أن تكون عندي إجابة. مشكلتنا إحنا اليوم إنه الدين أخذ منحة آخر من إنه الدين مسألة تنظيم العلاقة بينك وبين ربك، إلى أنه حياة كاملة بكل تفاصيل. بالضبط. فهم خاطئ أيضا للدين. اليوم يعني كثير من الناس يعتقدون بأن حتى تكون متدينا، يعني بصرف النظر عن علاقتك وعباداتك، أنه يجب أن تنفي الآخر. صح. بقدر ما تنفي الآخر وتقصيه أنت متدين. الوطنية أيضا اليوم يعني كثير من الناس حتى يعبروا عن محبتهم لوطنهم بالضرورة يجب أن يوجد له عدوا خارجيا يقصيه ويتهمه. المسألة يعني المسألة ذاتية ولا علاقة للآخر فيها. طيب هل أنت جاهز لأسئلة البرنامج الخمسة سعود؟ لست متأكدة، سأحاول. الجو كما ترى يعني تغير بات خطيرا. نعم. سعود، ما هو الممنوع الذي يستحيل أن تكسره ولماذا؟ تعرض الذات الإلهية والسخرية من الأديان. نعم. وليس المساس، احنا عندنا في القانون في الكويت يقول المساس غير واضح. التعرض اقصد السخريه، يعني حتى لو 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 وما المشكله في السخريه؟ ما المشكله السخريه؟ انا استصعب انت يعني. ولكن عموما انا اقصد احتراما لي يعني حتى لكل الديانات، طالما انه احتراما لمن يتبع هذه الديانات. ولكن هناك من يقتل بسبب السخريه، هل تستحق السخريه ان يقتل؟ لا 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 طبعا لا، بس انا اتكلم عن شخصيتي. نعم. يعني انا لا احب ان ان ان, أن اسخر واقلل من شان. نعم. نعم. قل كلمه تخاف قولها بصوت عال. لا يوجد. أقول يعني أكتب ما أريد أن أقوله. تقول كل شيء بصوت عالي. سوف نحاسبك على هذا. لا والله ما. لا يوجد. قلت للتو أنك لا تتعرض للذات الإلهية. إيه، طالما أني لا أتعرض فلن أقول. يعني أنت هناك كلمات لا تقولها بصوت عالي. أنت لا. متى المرة الأولى تخطيت خطا أحمر سعود؟ أيضا لا أتصور. أنا يعني أتمنى أني أظهر بهذا المظهر البطولي بأني أنا تخطيت الخطوط الحمراء، لا أتصور أيضا. أتمنى في يوم من الأيام أن أتمرن على أنا أيضا هذا اللطف. أتمنى ذلك. أتصور. ما هو الثمن الذي لست مستعدا لدفعه مقابل الحرية؟ بيتي، عدم راحة أهلي وقلقهم. يعني أي أمر يعود لي أنا بايع، لا مشكلة لدي، لكن أهلي نقطة ضعف. ولكن أليس هذا نوع من الخضوع لابتزاز ما؟ لا ليس لهذه الدرجة يعني. وليس معنى ذلك عشان بيتي أني سأحرم نفسي من 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 كل شيء أنا أريده، لكن يقلقني. يعني وتقلقني عدم يقلقني عدم راحتهم يعني. أكمل هذه الجملة، أنا حر إذن أنا. أنا حر إذن أنا كما أنا. أنا حقيقي. حقيقي. سعود شكرا على مشاركتك معنا. شكرا. في هذه الحلقة وعلى حضورك من الكويت، ونتمنى أن ننتقل جميعا في العالم العربي إلى مستقبل قريب. تمام. تكون فيه الحريات يعني مصانة. أتمنى. فشكرا. تمام. لك ولمشاركتك. شكرا لكم جماعة، سعيد أن أكون معكم، ألف شكر. في البدء كانت الكلمة، ثم جاء المنع فالتخويف فالخوف فالصمت. في البدء كان الصدق، ثم جاء العيب فالعار فالتهديد فالحجب. في البدء كانت الحرية، فاخترعوا لها ولأنفسهم قفصا، وصدقوا أن القفص هو اللغة وهو العالم. ولكن كلما كثرت الأقفاص ستتكاثر الطيور المحلقة، وكلما تصاعد الضيق سيتصاعد معه وضده صوت الأحرار. فلا لغتنا ستبتر ولا صرختنا ستقمع، نحن الشعب نقرر، إياكم ثم إياكم أن تقرروا عنا.